فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. نعم، إذا هذا المثال للجنس. نعم، إذا الله جل وعلا أمر بغسل الوجه: اغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم، والوجه هو كل ما تحصل به المواجهة، فيشمل هذا الجبهة والخدين والذقن والأنف، ويشمل داخل الفم وداخل الأنف لأنه في حكم الظاهر. فإذا قيل اغسل وجهك لا يكفي غسل الخد، وإذا قيل اغسل لا يكفي غسل الخد أو غسل الجبهة أو غسل الذقن فقط، لأن هذا جزء من الوجه وأنت مأمور بغسل الوجه، فلا بد من غسل جميع أجزائه. وكما في قوله: محلقين رؤوسكم، هذا معناه حلق جميع الرأس، ولا يصدق هذا على حلق بعضه كما يقوله بعض الفقهاء، فمن قصر أو حلق بعض رأسه في النسك لم يكن آتيا بالمأمور، لأن الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكما لا يكفي حلق بعض الرأس لا يكفي تقصير بعض الرأس، فكذلك غسل الوجه لا يكفي غسل الخد منه أو غسل الأنف منه، لأنه لا يقال إنك غسلت وجهك، وإنما يقال غسلت بعض وجهك، وهذا لا يتحقق به المأمور، هذا تمثيل للجنس. نعم. وكذلك في الصفات والأفعال، فإذا قيل صلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم، لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. نعم، الصوم له حقيقة لغوية، وهو الإمساك، الإمساك عن المشي، الإمساك عن الكلام، كله يسمى صوما. الإمساك عن الأكل والشرب كله يسمى صوما، لكن حقيقة شرعية وهي الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ليس كله إمساك، فلو صام بعض النهار ما صام، وإذا قيل صلي فصلى ركعة ولم يسلم لم يكن مصليا، لأن هذه حقيقة لغوية وليست حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية تعني أن تأتي بالمشروع على أن تأتي بالمأمور على الوجه المشروع. الصلاة هي أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، بخلاف الصلاة اللغوية فهي مجرد الدعاء. فلو قيل صل ودعوت الله قلنا هذا صلاة لغوية، والمطلوب منك الصلاة الشرعية، وهي الصلاة المعروفة بشروطها وأركانها وواجباتها، فهذا يختلف باختلاف المقامات، اختلاف الأحوال. وإذا قيل صم فصمت بعض اليوم، أو أمسكت عن الكلام أو عن المشي، ليس هذا صياما شرعيا. الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات، له وقت محدد ولا بد من نية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففيه فرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية والحقائق العرفية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. إذا قيل أكرم هذا الرجل، هذا مثال لما سبق أيضا، فأكرمه وضربه، إذن ما فعل المأمور؟ نعم. لأن المأمور هو الإكرام من جميع الوجوه، فإذا ضربه لم يكن مكرما له، وإن كان أطعمه أو سقاه أو أحسن إليه، فإن هذا لم يحقق المأمور به. نعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له، لانتفاء أجزاء الإكرام، ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة،
وكذلك هذه أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي ينزل بالإنسان في بادية أو في قرية ليس فيها أمكنة لبيع الطعام أو أمكنة للمأوى والاستدفاء ونحو ذلك. فإذا يجب إكرام الضيف بأن تحقق له جميع ما تتطلبه الضيافة من الإسكان والمبيت والتدفئة أو غير ذلك، ومن الأغطية ومن الطعام والشراب، يومه وليلته، يومه وليلته. فلو أنه أعطاه لقمة وقال امش أكرمناك، يقال لا، ما هو هذا حق الضيف. حق الضيف أن تعطيه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، بأن تحقق له جميع ضرورياته من مبيت وتدفئة وأكل وشرب. نعم.